d'originalité marocaine. وحنا اليوم هنا في ليفينمون فيزا فور ميوزيك باش نمثلوا الموسيقى المغربيه وخاصه الموسيقى الافريقيه عامه. كما كنعرفوا الموسيقى الافريقيه وكما كنعرفوا الافريقيه مليئه الثقافة الموسيقية ومختلف الإيقاعات ومختلف الميلودي اللي كاينين و كون لو كادر فيزا فور ميوزيك. فيزا فور ميوزيك هو باب من بين عدة أبواب اللي هي مهمة اللي كتفتح على العالم وكتكشف على المواهب اللي كاينة في إفريقيا. هذا ما كيشرف إلا الثقافة المغربية وكيزيدها واحد القيمة مضافة. الموسيقى ديالنا كتقول بزاف وكتهضر مع المجتمع المغربي. ودعوانا في هذا الحال هذا الحال بغيت نعرف اش صرالي واش هذا مسحور ولا جمال ولا جمال. كتهضر على مختلف المشاكل اللي كنعيشوها في المجتمع المغربي خاصة وفي المجتمع العالمي عامة. وكاين مشاكل اجتماعية بحال مثلا التعليم، المشاكل اللي كتطرق لها التعليم منذ القدم. كاين عدة مواضيع. التيتر اللي غنغنيو اليوم غنغنيو التيتر من الألبوم القديم، غنغنيو التعليم بيان سور، وغادي نغنيو حيت واش بغيت. حيت واش بغيت الكريتيك لاسين ماروكان، وغادي نلعبو واحد الاغنيه جديده، واحد النوفو سينجل سميتو نضحكو ونلعبو، وهي كيهضر على لي نوفيل جينيراسيون مقارنه مع الجينيراسيون القديمه، كيفاش كان لو مود دو في ديال الناس في الحاله هذه، كيفاش تبدل بارابور لهذا الوقت.